سنشرع بالتشجيع بناء شراكة تجمع بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكل القطاعات المشرفة على التعليم والتكوين، وعاملا بتوصية السلطات العمومية في إطار تجسيد البرنامج الوطني للثقافة المالية. سنسعى من خلال هذا التوجه إلى تكثيف الشراكة بين كل هذه القطاعات لتعميم الثقافة المالية في جميع الأوساط، لشرح المفاهيم الأساسية في مجالات البنوك والتأمينات والسوق المالية.